السيدة أمل الخيمي المتخصصة بعلم النفس والأستاذة بالبرمجة اللغوية العصبية من دمشق. صباح الخير مدام أمل. ألو. ألو صباح الياسمين جورج. صباح الفل وأهلا وسهلا فيكي. صباح الشام وأيضا الياسمين العتيق. كيفك مدام أمل؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. والله من لكم الحمد لله ومشتقنا لك كثير جورج. تسلمي لي. شكرا لك مدام أمل، طول عمرك يا رب. مدام أمل، اليوم عم نحكي عن الشخص الفضولي، عن الشخص الحشري، عن الشخص اللي بيخلي دائما عنده هذا الانطباع الغريب عند الناس، اللي بيقول لك انه انا يعني هذا الشخص فضولي جدا وحشري جدا وانا بكره حشريته. بداية، كيف بدنا نعرف اذا هذا الشخص فعلا فضولي ايجابي ولا فضولي سلبي؟ لا حقيقة ما فينا ننكر وجود هيك نوعيات أو شرائح بالمجتمع هي شخصية غير محبوبة اجتماعيا. نعم. وهي تحمل صفة سلبية. هلأ بشكل عام دائما التطفل، هلأ ببلاد الشام أو خليني أقول بهذه بسمون الحشري أو الفضولي، بالخليج الملقوف، يعني له ألقاب مختلفة. نعم. لكن هو يلي بيتدخل بأمور الغير، هلأ يلي بيتدخل بأمور الغير لمصلحته الشخصية، يعني بدون هدف. أنا بس بيهمني أعرف أخبار. أنا بيهمني أعرف أخبار. أما في عنا هلأ أحيانا فضوليين إيجابيين، هو اللي معرفة للمعرفة، لاكتساب لتطوير حاله. نعم. خاصة العلماء المستكشفين بيزعجون أحيانا بأسئلة، حتى الأطفال كثيرة. حتى الأطفال بالنهاية في عنا هدف إيجابي. حتى الأطفال مدى عمل صحيح جو. الأطفال بقصد، كنت عم بحكي عن الأطفال قبل شوي، إنه الأطفال هن من الأشخاص الحشريين كتير. يعني بتلاقي مثلا أب وأم عم يحكوا مع بعضهم، فبيقول له إنه بابا شو عم تعمل، شو عم تحكوا انتو اتنين مع بعضكم، هي شو بتعمل، هي شو بتساوي. فهي الحشرية الإيجابية بسموها. ست سنين إيجابي لست سنين هي عبارة، يعني ثبت علميا وفي نظريات سلوكية بهذا الموضوع، أنه لست سنين اللي بهدف التعلم. نعم. ولكن عندما يستطيع القراءة، مو القراءة يعني المدرسية، قراءة الآخر، يعني يسألك يأخذ جواب منك، فعنده هالمعلومة، هلأ بصير هو بيستغلك، حتى الولد بيستغل هالنقاط. نحن كاجتماعيا نربي هذا السلوك. هلأ أنا مثلا فيني أعطيك مثال، خليني أنا بعرف تحب دائما أعطيك مثال من الحياة العادية. أم عم تربي ابنها وست سنين الأولى، وهي خليني أقول نغرز في العقائد، نغرز في الأفكار الإيجابية، وقت بتكون بتقول له ستك شو عم تعمل وقت رحت لعندها؟ يا ترى طعمتك ولا ما طعمتك؟ تمام. مين إجا لعندها؟ فشوف أنت كيف أنت عم ترسخ عنده. يا ترى التيتا حكت مع بابا شيء على جنب؟ شو قالت له؟ هلا هو الولد عم يعطيها إيجابية، عم يجاوبها لأمه صدق، لكن مع الأيام عم تكرس فيها العقل. تمام. ما تروي عنده إلا دافع، خليني أقول على الكبر بدك تقول له شو المصدر، يعني شو بيستفاد الفضولي أو الحشري. خليني أقول لك هي مصادر الغيرة والحسد بتقويم الشخصية، إنه أنا بدي أعرف أخبار عن جورج، بدي أدور عن جورج، أسأل عن جورج. ليه؟ هلأ أحيانا في منه للإطمئنان، ولكن أحيانا للمبالغة. إيه في غيرة، في حسد، ليش أنا ما أكون مثل جورج؟ كل ما بجمع عنه أخبار معناتها أنا ممكن صير ساوي بهذا الموضوع. نعم. خليني أقول لك كمان في هذا الإنسان الطفيلي أو الحشري أو يلي مو بس بيحط أنفه، خليني أقول يستخدم جميع حواسه لحتى يكتسب المعلومة، يعتمد على النظر. على أنت أحيانا مو شرط الواحد يحكي لحتى تعرفه أنه عم يسأل عنك، نظراته بتضل تلاحقك مو مرة ومرتين على طول. أحيانا يسخر ابنه بتلاقي قاعد قدامك على المكتب لكن ابنه معك، شو عم بيحكي، مع مين عم بيحكي. نفس الوقت في ناس تستخدم جميع حواسها، يعني في ناس ممكن تروح تعمل زيارات وتدفع مصاري وتكاسي لحتى تصير عندها المعلومة. هلأ وصلان هذا الإنسان، خليني أقول هالصفة السلبية عنده، إلى الإدمان، إدمان لاكتساب المعلومة فقط. نعم. بدون فائدة، وعنده جوع اجتماعي. شو مصطلحات جورج؟ تمام. عنده تمام. الجوع الاجتماعي لحتى أقدر أعرف أخبار الآخرين. هلأ في هذا يعتبر يعتبر مدام أمل، هذا يعتبر مرض مثلا، يعتبر مرض أو ماذا؟ والله إيه بده علاج سلوكي. تطور لحالة صارت مزعجة، إيه في علاجات سلوكية. هلأ في أحد الدراسات يعني بعلم النفس بتقلك إنه هل هو مكتسب
أم هو موجود عند الإنسان كصفة يعني نعم. يخلقوا معه هالقصة؟ لا نحن حكينا أنه ممكن هو اجتماعيا أكثر، أنا بدرب ابني أو العادات هي اللي بتخليه يصير. لكن في الفترات الأخيرة في نظريات بعلم النفس بتقلك أنه في قسم أيسر من الدماغ تلافيف نعم. تدفعه أنه يكون تسير الحركة. يعني ما فينا ننفي 20% أنه في نظريات قالت أنه ممكن في القسم الأيسر بتلافيف الدماغ هي اللي بتدفع الفرد ليدور على هذا الشيء دائما يعني. طيب هلا فيني أعطيك من الإيجابيين يلي كانوا مثلا فضوليين ويسأل كثير ويزعج الآخرين، يعني شخصية عالمية كلياتها بنعرفها، ليوناردو دافنشي. نعم نعم لكن بنبرر له الرسام العالمي طبعا بهدف بهدف المعرفة والاستكشاف. أما والله أنا بدي بس أقعد ضبط كل أموري، ما عندي هم كل نهار بس لحتى أعرف وشو الهدف، لملئ فراغ يعني. شوف الفضولي لملئ فراغ يعني. هاي هلأ بدك كمان يمكن سؤال اللي بيجي بذهن أحد الناس دائما، هل هو عند الرجال أكثر أم عند السيدات؟ ممكن دي أسألك سؤال. هو عند هو إجمالا عند السيدات أكثر كأنه صح؟ هلا ثبت، هلا ثبت عند الرجال رح يكون عندهم الفضول ميكانيكي، يعني مثلا بهمه سيارة فلان دور منين شاريها، الموبايل تبعه منين، يعني الاشياء يلي ما بتعتمد على المشاعر والاحاسيس. اما المرأة لا، اكتشفوا ان تعتمد على الكلمة، الغيرة عندها او الفضول الكلمة، يعني الشغلات اكثر يعني 75% هي متوسطة عند النساء اكثر من عند الرجال. يعني هي بجوز يعني بيختلفوا فيها، لكن الاكثر الاشياء الميكانيكيه هي يعني الغير ما فيها مشاعر ما فيها كلام الجانب، خليني اقول هي عند الرجال. اما عند السيدات هي دائما المعرفه انه بنت فلان وجارتي وهي ليش احسن. بس اجمالا هي كلها الاسئله، بس اجمالا يعني مدى امل يعني تجمعات بتكون اكثر عند الصبايا اكثر، يعني الرجال ما كثير بيهتموا بتفاصيل معينه مثلا عند هذا، يعني بيحبوا يعرفوا اخبار بس ما بيحبوا يفوتوا بالتفاصيل التفاصيل مثل النساء، ولا شو رايك؟ هلا حسب طبعا هلا حسب البيئه الموجود فيها الواحد. هلا بتعتمد دائما يعني جلسات النسائيه في زيارات وبين الاقارب، الام مثلا مع بنتها خاصه وقت الزواج بتصير بقى بيبدوا بيفتحوا احاديث مع بعضهم بتشاركوا، يعني بيعتمدوا على الكلمه في الحديث، يعني دائما الفضوليه بالكلمه. نعم. اما الرجال مثلا اعتمدوا على الاشياء الميكانيكيه، يعني هي كلمه مصطلح علمي انه السياره الموبايل الاشياء الجامده بشراء بيوت، ليش فلان عنده بنايه انا ما عندي بنايه، ليش هذا عنده فرش بيت. يعني هلا في بعض الانثوات يعني هيك من هالشيء، لكن خليني اقول لك اكثر يعتمدوا على الكلمه اكثر بهذا الموضوع، يعني هي كثير طيب. معروفه. يعني كيف يمكن أن نتعامل مع الشخص الفضولي مدى أمل؟ يعني نحن صح عم نحارب شوي هيك الأجواء بالمجتمع، ولكن كيف يمكن أن يعني أن يعني خلص نحطه عند حده لهذا الشخص الفضولي؟ كيف نقول له أنه خلص ستوب أنت هون وقف؟ تماما. أنا هلا كنت بدي أقول لك أنت جاوبت عن نجور، في شيء اسمه بالحياة دائما نحن لازم نعرفه، الحاجز النفسي. شو الحاجز النفسي؟ أنا لازم دائما خلي بيني وبين الآخرين دائما اللي بيقوله باللغة. لاحظ أنه في الأقوال اللي قالت قديما هي عبارة عن خبرات، أقول لك شعرة معاوية يعني ما. نعم الصوت على ما يبدو يكون في حاجز حاجز يقوم على الاحترام. هلا اختراق هذا الحاجز هذا الفضولي كثير بهمه، لكن نحن شو بدنا نعمل؟ أول شيء صراحة التعامل بدنا نواجهه، في شيء اسمه مواجهة في شيء اسمه مجابهة. المجابهة مو هي تبع القتالة والخناق وأنت ما بتصير هيك، لا المواجهة أخي الكريم أنت أو أختي الكريمة أنت عم تدخلي بحياتي كثير، أنا هذا السلوك ما بحب أتعامل فيه معك، حتى تبقى علاقتنا سليمة. هيك نحن حتى بالإرشاد نستخدم هذا المصطلح. نعم. لكن خليني أقول لك في طرق، في ناس ما فيك تحكي معه، خلينا نقول ما نعطيه دائما نغير الموضوع. وقت نعرف واحد دائما
انه بيحب دائما يتدخل او وحده بدنا نغير الموضوع. هون بيشعر هو بالارتباك وبيتضايق لانه بده سؤال ورا سؤال. وقت انت بتغير الموضوع فانت سكرت على الموضوع. وقت انت بدك تعرف انسان قدامك هو فضولي، ركز على الشغلات اللي انت حابب تقول له اياها، يعني مو انت كتاب مفتوح قدامه يستغلك. هلا نحن عندنا احيانا نستحي والله عيب انا صده لواحد او هي تزعل مني، مو نتخانق مع الاخر لكن في حدود للتعامل للتواصل. حلو. اجلاهل احيانا طبعا هلا نحن هي عندنا في مشكله انه نحن ما متعودين على الصراحه، واذا تعودنا نحكي صراحه احيانا نحكي فيها بوقاحه، فما نعرف طرق التواصل مع الاخرين. عندنا مصطلحات غلط بنستخدمها بحياتنا العاديه. شو بيمنع اذا وقت بعرف وحده او واحد يدخلوا بحياتي ممكن ينزعوها؟ يعني بيجي انا بقول له اذا بتريد انت لك حدود معينه، ما بيحق لك انت تسال. هلا انا بعرف كثير ناس بيكونوا قاعد اولادهم معهم، بيجي قرايبهم او عمهم او خالهم بيسال الاب إيه انت اعطيتي خرجيه لابنك؟ اخذتهم يوم مشوار؟ طيب انا بجوز اعطي ماني مضطر قدام اولادي اعطي اجابه ما عم بكذب، بس ماني مضطر انا اشرح مشاعر اولادي ما معي مصاري او ظرف غير مناسب، فهون عم بيحرجني. شايف كيف الموقف بصير؟ نعم. فهون بصير في نفور بالتعامل. نعم. هلا فيني انا كمان اتعامل أنا مع هذا الفضول عن طريق الفكاهه. انا اسف يعني بس على المقاطعه، في كثير اسف على المقاطعه مدى امل، ولكن في اشخاص كثير بيقولوا لك مثلا قدي راتبك انت اخذت بهذا الشركة، قدي عم يعطوك مثلا بهذا الشغل، يا ترى عم مثلا حتى للولاد بين بعضهم الولاد قدي جبت انت علامة، قدي جبت كذا. هو هذا نوع الفضول، النوع الفضول في فضول تحفيزي، في فضول سلبي، وفي فضول نقل الطاقة السلبية للآخر، يعني بانه خلص شو بدك فيني يعني انا. وفي ناس بيقول لك انه هذا نوع من انواع الحسد، من انواع العين والهالة السلبية من هذا الشخص لهذا الشخص. هاي هو الفراغ، يعني الفراغ بتكوين الشخصية فتلجأ لأساليب كثيرة يعني يتصيد الأطراف الثانية. يعني مثلا فلان هلأ لازم أعرف شو دي راسه، على أنت دي ممكن يعمل تواصل مع ناس هونيك، ممكن يعمل تواصل هون، ممكن مع الأقرباء بيحسب لك ياها على الفرق. يعني شو الهدف هو بالنهاية؟ طيب هو شو مستفيد؟ ما أنه مستفيد إلا مظاهر إذا رجعناها الغيرة والحزن. ممكن إذا كان مرة واحدة منقول للإطمئنان أو مرتين والله هذا بيحبني بده يطمن عني، أما هذا السلوك وقت بيتكرر صار هو عادي. يعني هالعادة هي صارت سلوك بحياته اليومية وأدمن عليها، خليني أقول صار مدمن عليها، ما بيشبع رغباته إلا إذا عنده المعلومات كلياتها حتى لو كانت معلومات خاطئة. وهي هي المصيبة. براحة. نعم، وهذه هي المصيبة الكبيرة. أنا بتمنى أنه يكون معنا وقت أكثر من هيك مدى أمل، يعني أكيد ما بيشبع من حكياتك، ما بيشبع من معلوماتك. مدام أمل الخيامي المتخصصة بعلم النفس والأستاذة بالبرمجة اللغوية العصبية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا أكيد من راديو الغد.